باستثناء السادة الوزراء والنواب وموظفي مكتب المقرر، أي حد يطلع برا القاعة لو سمحت. خارج القاعة. تفضل سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالسيد رئيس الوزراء والسادة الوزراء ونأكد حضور المجلسة الاستجواب كما طلب مجلس النواب، لكن نظرا لأن الحكومة قد تأخرت عن حضور الجلسة في الموعد المحدد، الآن الساعة 3:00 والسادة النواب ينتظرون من الساعة 11:00، ولذلك أصبح الوقت غير مناسب لاستجواب الحكومة في هذا اليوم، ولذلك تقرر تعليق الجلسة حتى يوم الغد الساعة 11:00.